دكتور شوقي، يعني النجاح في الحياة لما بنسلم لأولادنا والأجيال اللي بعد كده اللي بتتفرج علينا، يعني إيه دور وجودنا في الكنيسة في إننا نبقى ناجحين، ولا دي حاجة ودي حاجة ملهاش علاقة في رأي حضرتك؟ لا، دي حاجة مهمة جدا، إن الواحد علاقته بربنا مهمة في طول حياته. فإن ما كانش الواحد له علاقة بربنا يبقى الحياة زي اللي ده. فأنا أعتقد أن لابد من أن الإنسان يكون علاقته بربنا قوية حتى يكون ناجح في عمله. لأن علاقة الإنسان بربنا مهمة جدا. أولا علاقة الإنسان بربنا بتدي له بركة في عمله وفي نجاحه وفي كل حاجة، ومش كده وبس، ونكون لنا نصيب معاه في الأبدية. صحيح. وحضرتك أكيد شفت إيد ربنا قوية في حياتك في شغلك، يعني بسبب شك العلاقة. ما في شك. يعني كنت دايما أقول زوجتي الراحلة مارجريت موسى شحاتة، كوز الزيت وكوار الدقيق، أيوه، كل ما بيفرغوا ربنا بيملاهم تاني. ما فيش شك. صحيح. طول حياتنا، وده نتيجة لعلاقتنا القوية بربنا. صحيح. ما فيش شك. دي بركة. ويعني أما كنا بنعمل سكرابينج قبل كل عملية، يعني ننظف إيدينا قبل العملية، كنا تملي أنا وزملائي نقرأ بنا الذي فكان ربنا بينجح العمليات، وكان بينجحها، وكانت سمعتنا طيبة طول 35 سنة اللي كنت بشتغلهم في بورسعيد. طب أنا هرجع لحضرتك، إنه حضرتك عارف إن بورسعيد هي أول مدينة تطبق فيها التأمين الصحي الشامل في مصر. أيوة. حضرتك عندك معلومات عن الموضوع؟ بس ده حديثا يعني. ده حديثا خالص، ده لسه يعني احنا شغالين في القصة دي بقالنا 3 سنين ولا حاجة. بس هي كانت أول مدينة يعني.